قرار الشعب العراقي، ليش عندنا ناكل ونشرب والنار، هل الدولة كلها بيوكر؟ ولا قبل شوية قلنا جماعتكم انتشارنا هم طالعين يشتغلوها وين؟ بعدهم ما طالعين ده يفكرون يعني أي فبالتالي الإطار اليوم مو عالي هذه المشكلة. وحسنا ما فعل حتى بسماحة الشيخ قيس الخزعلي كان إلى يعني دور في اليوم الأخير بأن يكون هذا اللقاء وأن تضع النقاط على الحروف. وقبلها بثلاثة أيام مسجل شكوى دون أقواله؟ ما سجل، ما سجل الشيخ قيس، ما سجل، ما دون أقواله ولا سجل شكوى ولا اشتكى ولا قدم، ولا حتى السيد المالكي. السيد المالكي نعم سجل شكوى، يعني السيد خاب ما سجل على السيد السوداني، حس أنه وصل إلى سامع أنه ساكو خارق على ابنه أو كذا في التسجيلات، فحق الرجل أنا لو صار عليه مرة اشتكى على المتهم جوحي محمد جوحي، بس مو تقول تصنت وتقول كلا لا اكو تسجيلات وكذا. فالمهم رجل ما حد ما يقدر يمنع المالك، انا لو صاير علي هذا الشيء وحاسه امر راح اشتكي على جوحي. تجي تقول لي هل هو بتوجيه من السيد السوداني؟ فبالتاكيد لا، السيد السوداني رئيس وزراء بن عائله. سيدنا انا ما اريد الح هوايه بهذا الموضوع حقيقه. بس احنا اللي نفهمه او المنطقي اللي ينطرح الان، محمد جوحي مو سوبرمان بحيث يستخدم مقدرات جهاز المخابرات. ماكو شيء اخي، اقول لك تسجيلات يا اخي، محمد الحلبوسي من وين؟ شوف سيد محمد الحلبوسي اشاهب تفاصيلها، قال اكو تعقب، اكو رقابه علي، على مواكبي، على مواكب رئيس مجلس القضاء. هو هذا المواني مو حديثي. لا هذا الكلام عاري عن الصحه. اذا الحلبوسي سيد الحلبوسي كل كلامه صحيح فاسالك الدعاء والزياره. خصم، أنا اليوم خصمك أحكي كل شيء، فهو رجل خصم ضد الحكومة وضد رئيس وزراء، وكان ضد الإطار وباكر يمسر ضد الإطار، هذا حقه يحكي ما يجي. هذا ما اليوم سيد الحلبوسي يحكي ك ك ك ك قائد سياسي، رجل عنده مو رئيس مجلس نواب. لو رئيس مجلس نواب نحاسبه على الكلام أو يحاسبوه على الكلام، بس هو رجال اليوم يحكي، اليوم خصم. أنا اليوم عندي خصومة سياسية أحكي أرضى ضعفك. زين. فبالتالي أما كلام اللي قال هل هو صحيح أم لا فهو مو صحيح. فهو مو صحيح.